عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مجموعين في الروضة الشريفة عند النبي صلى الله عليه وسلم وحول حوضه، نشرب من يده الشريفة شربة ماء نظمة وبعدها أبدا. هكذا مصير كل محب لهذا النبي المكرم الحبيب المحبوب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، الذي شرح الله له صدره ورفع ذكره وقرن اسمه باسمه وجعل طاعته من طاعته وقال في حقه ولم يقل في حق أحد من خلقه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، لكي نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزداد محبتنا به فتزداد محبتنا له وتعلقنا به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك كلما ازددت معرفة به كلما أحببته. هكذا كان يقول سيدنا علي كرم الله وجهه وعليه السلام ورضي الله عنه، يقول: من عاشره أحبه صلى الله عليه وآله وسلم، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته بديهة هبته، لأنه مغطى بالجلال والهيبة والوقار. ولماذا غطاه الله بالهيبة والوقار والجلال؟ لأنه أجمل الخلق من حيث الصورة ومن حيث السريرة، فلو كان جماله ظاهر غير مغطى بالهيبة والوقار لافتتن الناس بجماله، كما فتن الناس بجمال سيدنا يوسف عليه السلام، وقد أوتي شطر حسن النبي. النبي أوتي الجمال كله، وسيدنا يوسف أوتي شطر حسن النبي، وبالرغم من ذلك فتن الناس بجمال سيدنا يوسف، لأنه كان جمال ظاهر غير مغطى بالهيبة والوقار، فكان الناس ينظرون إليه فينبهرون بجماله. أما جمال النبي فكان فوق جمال يوسف بمراحل، بل كل جمال في الأكوان مستمد من قطرة من جمال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله رحمة بالعباد من صفوة جمال الحبيب المصطفى غطاه بالهيبة والوقار، فلا يستطيع أحد أن يملي جماله منه، عينه منه، كما يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو سئلت عن أصفه ما أطقت، لأني كنت لا أستطيع أن أنظر إليه صلى الله عليه وسلم. إذن الجمال احتمى بحصن من الهيبة والوقار، ليحمي أيضا تواضع النبي، لأن النبي كان من أكثر الخلق تواضعا للخلق صلى الله عليه وسلم، فلو كان جماله ظاهر ومتواضع يتجرع عليه الناس، فحمى الله تواضع النبي بالهيبة والوقار.
فلا يستطيع أن يقربه من ذلك، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. يعني يبقى جاي لوحده لكن حاسس ان هو ايه، محسود محفود صلى الله عليه واله وسلم. وكل من تشرف برؤيه النبي في المنام علم هذا المعنى من الجلال، فما بالك لو رايته في الحقيقه واليقظه. فاذا جلال النبي كان حمايه للنبي وحمايه لمن يأخذ عن النبي ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. حماية للنبي لأنه متواضع، فلو لم يغطى بالهيبة والوقار تجرأ عليه السفهاء، ونحن في السيرة نعلم كيف كان سفهاء قريش. كل واحد عندما يكون النبي في بيته يقول أفعل كذا وأفعل كذا لو رأيته، فإذا رأاه هابه صلى الله عليه وسلم. وحوادث كثيرة في السيرة تدلك على هذا المعنى، كانوا الكل يهابونه في حضوره، وإذا غاب الكل يقول أفعل وأفعل وأفعل، فإذا جاء الحبيب الكل وقف، وقف لهذا الجلال صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأحب الخلق للحق، وأعرف الحق بالحق، وأعبد الحق للحق. فهو أعبد الناس، هو أول المسلمين. القرآن من أوله إلى آخره لم يقل أحد أنا أول المسلمين إلا هو صلى الله عليه وسلم. وأمرت أن أكون أول المسلمين. سيدنا نوح يقول إيه؟ وأمرت أن أكون من المسلمين. كل الأنبياء من المسلمين، والنبي أول المسلمين. أولية حقيقية من حيث الروحانية، لأن الأرواح خلقت قبل الأجساد، فروحه أول الأرواح، خلقها الله لتكون رحمة للعوالم. خلق هذه الروح من الأنوار، لأن أول ما خلق الله النور اللي احنا نسميه النور المحمدي صلى الله عليه وسلم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي نوره الذي خلقه، ليظهر به مكنونات معلومه القديم فيخرجه من العدم للوجود. فكان هذا النور هو أول ما خلق الله، عالم النور. ثم بعد ذلك تمثلت الروحانية المحمدية من عالم النور فصارت هي روح الأرواح. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما كانت روحه أول الأرواح كان الله ولم يكن شيئا معه. فلما خلق هذه الروحانية صار اثنان، واحد موجود بذاته وواحد موجود بغيره. ولذا ولد يوم الاثنين لبيان هذه الحقيقة. الأحد يأتي بعده الاثنين، كان الله ولم يكن شيئا معه، فهو ثانية موجود عندما خلق الله. فالله موجود بذاته، والروحانية المحمدية موجودة بالله. ولذا تجد أحد أحمد، ضع ميم المكونات في أحد تصير أحمد، والميم هنا مجموع المكونات. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رققا، يعني كانت ميم واحدة، ففتقناهما فصار ملك وملكوت. يبقى ميم المكونات كانت رققا في أحمد، مجموعة فيه، ففتقت في محمد فصارت ميمان، ميم الملكوت وميم الملك وحاء الرحمة ودال الدوام. فمحمد أظهر الله به المكونات وفتق به مكنون مراداته من الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. ف
فلما كانت هي أول روح خلقها الله هي أول روح أسلمت. فيوم ألست بربكم هو أول من قال بلى صلى الله عليه وآله وسلم. أول من قال بلى هو صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول ما خلق الله في حديث البخاري، قال أول ما خلق الله القلم. فهذا الحديث يشوش على بعض الجهلة فيظن أن القلم مخلوق قبل الروحانية. لا، أول ما خلق الله بعد الروحانية القلم ليظهر علومه بالقلم، يبقى يسمى أول ما خلق الله أولية إضافية وليس أولية حقيقية. أولية إضافية يعني بعد خلق الروح، لأن العلم القلم عالم من العوالم، والنبي رحمة لكل العوالم، فلابد من سبق الرحمة من ظهور العالم، وبالتالي عالم القلم لا يظهر إلا بعد ظهور الروحانية التي يستمد منها وجوده، ولذا هي أولية إضافية وليس أولية حقيقية. أما الأولية الحقيقية فهو في النبي أول المسلمين، قال هكذا تجدها في سورة الأنعام، في أول الأنعام وفي آخر الأنعام أول المسلمين. تروح للزمر تلاقيها برضو أول المسلمين في سورة الزمر. تروح سورة الزخرف إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كويس، يبقى هو أوله. أمال سيدنا موسى لما يقول أنا أول المؤمنين، ده أول المؤمنين بعدم قدرتي على رؤيتك حال بشريتي، فهذه لا تعكر عليك صفو هذه الحقيقة، لأن قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما قالش المسلمين، يبقى أول المؤمنين أي المصدقين بأني لست أهلا للرؤية حال بشريتي وحال دنياي. اللي أهل للرؤية حال دنياه وهو في بشريته واحد بس من خلق الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عندما ظهر بشرا سويا كانت بشريته ليست كسائر البشريات، ليس بشرا كسائر البشر، لأن روحه ليست كسائر الأرواح، ولأن أنواره ليست كسائر الأنوار، فكانت أيضا بشريته ليست كسائر البشريات، وكانت أيضا نبوته ليست كسائر النبوات، بل كان نبيا وآدم منجدل في طينته، فهو أول الأنبياء من حيث الروحانية، لأن تعلق النبوة بالروحانية وليس بالأجساد، فكانت روح النبي نبيا من حيث روحانيته قبل خلق آدم وقبل خلق الأكوان صلى الله عليه وسلم. فهو من حيث النبوة أول، ومن حيث الخلق أول، ومن حيث شهادة يوم ألست بربكم هو أول. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فإذا لم تكن مصدقا بالأولية في الوجود فصدق في الإعادة. الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فالإعادة صورة من البداية، فلما كانت الإعادة فيها النبي أول فدلك على أن البداية فيها النبي أول، لأن في أول الإعادة يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع وأول من يدخل الجنة، فهو أول في كل شيء، هو الأول في الخلق أجمعين في كل صفة من الصفات الكاملة المكملة، هو الأول صلى الله عليه وسلم. ولما كان هو الأول والمقدم كانت أمته المنتسبة إليه هي الأولى والمقدمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس فما أخرنا إلا ليقدمنا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من يجوز الصراط بأمتي وأمتي أول من تدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. مع أننا جايين في الآخر، جايين في الآخر
وبعدين ايه ندخل الاول. ليه؟ لان احنا امنا بالنبي الاول النبي المقدم صلى الله عليه واله وسلم. فاذا نظرت الى بشريته فهو ليس كسائر البشر، لان كثيرا من الدعاوى الجهله النبي يقول لك البشر معتاد، بشر معتاد، درجه تعملوها خطبه جمعه عشان يفسد عقائد المسلمين. لا، لو بشر معتاد يا سيدي لا يصلح ان يكون متلقيا للوحي، لان البشر المعتاد لا يوحى اليه. لو كان بشرا معتاد لا يصلح ان هو يسرى به الى المسجد الحرام ويعرج به الى السماوات العليا، لانك لا تتحمل ايها البشر المعتاد ان يسرى بيك وتسير بسرعه الضوء. ما هو كان الاسراء دي بسرعه الضوء. البراق ده الرسول بيقول عليه ايه؟ حافره عند منتهى طرفه، يعني بيمشي ايه على اخر ما تشوف تلاقي حافره، يعني بسرعه الضوء. يعني النبي عايز يقول لنا لو كان اينشتاين عايش كان يقول لك دي سرعه الضوء. فهمت بقى ازاي؟ حافره عند منتهى طرفه، يعني اقصى ما ينظر يجد حافره. طيب هات لي جسم كتله تصلح ان تسير بسرعه الضوء، والضوء عباره عن ايه؟ عباره عن موجات وفوتونات. خش بقى على عدم على ميكانيكا الكم، كوانتم كيمستري، ميكانيكا الكم بيقول لك الضوء ايه. كانوا زمان فاكرين الضوء موجات بس، وبعدين في الاخر لقوا ان الضوء لا، ده كمان لا بيتصرف تصرف الكتله، فسموا كتله الضوء الصغيره دي فوتون. فهمت؟ اللي هو قايم عليها اختراع الموبايل اللي انت ماسكه ده واللابتوب والحاجات دي، عباره عن فوتونز. الفوتونز دي بيحولها لك الى صور على الشاشه. فالمهم، فالضوء عباره عن ايه؟ عباره عن موجات وفوتونات. طيب هل الجسم ده بتاعنا ده لو مشي بسرعه الضوء ينفع يمشي هو جسم؟ لابد يتحلل ويبقى موجات وفوتونات عشان يبقى ضوء يمشي، لان لا يستطيع الكتله تسير بسرعه الضوء الا اذا تفككت. طب قول لي بقى بشريه معتاده ازاي وهو لم يتفكك وفضل قاعد على البراق ماشي بسرعه الضوء والنبي زي ما هو كده؟ تقول لي بشر معتاد ازاي؟ ده خرج حتى قوانين الكيمياء المعروفه عشان تعرف ان هو بشريه غير معتاده، بشريه بربها مش بذاتها، وليست بشريه معتاده كسائر البشر، لا ده بشريه محمديه خاصه ليس له صوره في الخلق. فهمت بقى؟ ده لما عرج به الى السماوات سرعه الضوء بالنسبه للعروج بقى ده دي سرعته على الارض بس، من مكه للمسجد الاقصى سرعه الضوء. طب وفي السماوات؟ لا، ده سرعه الضوء بالنسبه له بقى تعتبر سلحفاه، لأن المسافة بيننا وبين السماء الدنيا كما قال النبي في الحديث الصحيح 500 سنة بسرعة الضوء. يعني يفضل الضوء مسافر 500 سنة على ما يوصل لإيه؟ سمك السماء الدنيا. وسمك السماء نفسها 500 سنة تاني يسافر الضوء علشان يخترق سمك السماء على ما يطلع لفراغ اللي بينه وبين السماء التانية. فهمت إزاي؟ يعني عايز كل سماء فراغها عايز 1000 سنة بسرعة الضوء علشان يخترق. يعني 7 سماوات خدت بالك، وكل يبقى عايزين 7000 سنة لو مشي بسرعة الضوء. يعني لو عرج به بسرعة الضوء كان زمانه لسه في السماء التانية، لسه ما حصلش في طريقه للسماء التانية لو ماشي بسرعة الضوء. عشان تعرف ان النبي في المعراج مشي بسرعة غير معروفة، سرعة ربه كن فيكون، لدرجة انه عرج السماوات السبع وقابل اللي قابله وكلم اللي كلمه واخترق كمان ما بعد سدرة المنتهى حيث لم يستطعها سيدنا جبريل نفسه. سيدنا جبريل بيقول له انت لو تقدمت اخترقت وانا احترقت، يبقى تقول لي بشر معتاد؟ بشر معتاد ازاي يا جاهل بالنبي؟ فهم؟ ما ينفعش يبقى بشر معتاد، يبقى كانت بشريته بشرية غير معتادة. فهمت بقى ازاي؟ طيب احنا كلنا عارفين حادثة شق الصدر وهو طفل صغير عند ستنا حليمة السعدية. قبل شق الصدر لما بيوصفوا النبي لما ولد في عام الفيل يقول لك ايه؟
ولد مسرورا مختونا. يعني ايه مسروع؟ مقطوع السرة، يعني كأنه في بطن أمه كان لا يستمد غذاء من أمه. يعني سرته مقطوعة، يعني ايه؟ يعني مفيش اتصال بأمه. ده نزل كل طفل بينزل سرته متصلة بالمشيمة اللي كان بيستمد الغذاء منها لينمو. النبي نزل لقوا سرته مقطوعة. الله، ده ملوش سرة، ملوش حبل سري، أمال كيف ينمو؟ بينمو بربه. شوف لما قال، لما كبر قال ايه؟ أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أبيت عند ربي يطعمني. تقول لي بشرية معتادة ازاي بقى؟ إذا كان هو حتى في بطن أمه لم يستمد نموه كما يستمد الجنين نموه من ايه؟ من دم الأم، لأنه ولد. احنا كلنا بنقراها بسرعة كده ومش واخدين بالنا. لا، خد بالك بقى، فرمل عند كل حاجة متعلقة بالنبي، يوقف كتير وتأملها، هتجد ان هو مش معتاد في كل حاجة. يقول لك ولد مسروعا مختوما صلى الله عليه وسلم، ويروح. تروح ايه؟ تعالى هنا اقعد. ازاي دي؟ طب بيتغذى ازاي؟ كبر ازاي؟ بربه. يبقى النبي كان بربه في كل احواله. فهمت بقى؟ حتى في بطن امه كان يرضع من حليمه. الطفل اللي ينموه في سنه النبي ينمو في شهر. يبقى مش بينمو بالرضاعه يا عمي، ده الرضاعه دي ظهور افتقار العبوديه وليس للغذاء. الغذاء من الله، لانه هو عبد لله والعبد مفتقر فلا بد يرضع، فبيرضع. لكن هو بينمو مش بالرضاعه، كان ينمو في الشهر ما ينموه الطفل في سنة. واشتد عوده على 4 أشهر، وكان يتكلم الكلمة الفصيحة في 8 أشهر. تقول لي طفل معتاد ازاي؟ هتقول لي طفل معتاد ازاي ولا بشر معتاد ازاي؟ كل اللي شافوه عرفوا انه مش بشر معتاد. لما كان متربي عند عمه سيدنا، عمه أبي طالب بعد وفاة جده وبعد وفاة أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حملت أمه ومات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، فولد يتيما. تولت تربية مين؟ تولى تربية أمه لحد سن 6 سنوات وتوفيت، وبعدين تولى تربيته ورعايته في الظاهر. الحقيقة اللي متولي ربه، احنا بنتكلم في الظاهر كده، لكن اللي متولي ربه في كل أحواله، خد بالك. تولى مين؟ جده عبد المطلب. بعد عبد المطلب بعد 8 سنين لما بلغ توفي عبد المطلب، ادى مين؟ لعمه ابي طالب، لانه اخو ابوه الشقيق. ابي طالب كان اخو عبد الله اما وابا، بقيت اعمام النبي غير اشقاء، فهو اداه ايه؟ لابي طالب عشان يبقى عمه الشقيق، وكان يحبه حب شديد، وكان كثير العيال ابي طالب. فكان يقول ايه؟ كنا نوقظ الاطفال عمصا رمصا ويقوم النبي دهينا كحيلا. الله، كلنا نقوم من النوم عفشين ونخاف حد يبص لنا، ونخش الحمام ونتشطف ونسرح ونعمل وندعك سناننا علشان بس يا دوب الناس تشوفنا حلوين. والنبي كان يقوم حلو على طول كده، ده كان بيقول كده، كان يقوم ايه؟ دهينا كحيلا، كأنه قايم من حمام. تقول لي بشرية معتادة ويا معمص؟ احنا نقوم معمصين وهو بيقول ده انك عيب. لي بشرية معتادة ازاي بقى؟ تبقى انت ما قريتش السيرة وما عرفتش النبي. ده النبي ده مخصوص في كل احواله، مش كده وبس، ده ربنا حفظ نسبه من لدن ابي ادم لحد ما وضعته امه من سفاح الجاهلية. يقول أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح، من لدن أبي آدم إلى أن وضعتني أمي. طب هات لي واحد زيه. كان زمان في طرق زواج كتيرة، واخد بالك، في الجاهلية وفي الأمور الكتيرة كان في طرق زواج، بما فيه حتى الزنا والاستبضاع، وعك كتير بقى، عك كتير. المرأة ممكن تحمل بطرق كتيرة جدا غير الزواج، لكن النبي الوحيد من ولاد آدم اللي ربنا حفظ نسبه، فأتى من نكاح ولم يأتي من سفاح، من أبو آدم لحد ما وضعته أمه. إيه الرعاية دي؟ إيه الرعاية دي والعناية دي؟
يقول ما تفرق الناس فرقتين من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي إلا كنت في خيرهما. رعاية يا عمي، رعاية وعناية، فهمت؟ تقول لي بشرية معتادة، تبقى أنت جاهل جهول، لا قريت سيرة ولا عرفت النبي. لأنه لو بشر معتاد يبقى هتنكر نبوته، لأن النبوة خصوصية في البشرية. البشر النبي ده بشر مخصوص يوحى إليه، يقول إنما أنا بشر مثلكم، وقف قال يوحى إليه. أنت ليه وقفت عند بشر مثلكم بس وأنت أبو جهل؟ أبو جهل وقف عند بشر مثلكم فلم يؤمن بنبوته، لكن المؤمنين انطلقوا من بشر مثلكم إلى يوحى إليه، فقالوا أشهد أن محمد رسول الله. وبالتالي الفرق بين المؤمن والكافر هو الاعتراف بخصوصية النبي بالنبوة، إنما وسم النبي بأن بشرية معتادة يؤدي إلى إنكار النبوة والخصوصية. فهمت خطورة ما يقولون؟ فإزاي يبقى بشر بقى معتاد ويجي في شق الصدر يطلعوا قلبه يمسكوه بأيديهم كده وهو شايف وعايش؟ طب هات لي واحد كده قلبه يطلع من صدره ويبقى عايش، فين الدورة الدموية؟ فين الغذاء للمخ؟ فين التنفس؟ ده القلب علشان الدكاترة يعملوا open heart، يعني عملية فرد شق ويشتغل في القلب جوه، لازم يحول الدورة الدموية على مكان الأول. فهمت ازاي؟ عشان تضخ وتدي لحد بس ما يشتغل في القلب يصلحه، وبعد كده يرجع يغير شغلانة طويلة علشان لكن ما فيش واحد في البشرية أبدا يطلع قلبه منه ويبقى فايق وشايف وسامع الحوار وما فيهوش دم بيجري ولا نفس بيتحرك، تبقى دي بشرية معتادة؟ يبقى كان عايش بالهوى والدورة الدموية زينا ولا عايش بربه؟ طيب هو في السماء الدنيا والسماء الثانية في غلاف جو وفي أكسجين وفي هواء؟ مفيش يا عم. طب ومال كان بيتنفس ازاي يا عم هو في المعراج؟ بربه، مع انه كان في يقظته، في حالة يقظته. يبقى كل سيرة النبي تدلك على انه بشر غير معتاد. فهمت ازاي؟ مش عايش بالهوى زينا ولا بالاكل زينا ولا بالدورة الدموية زينا ولا الحاجة، ده عايش بربه. فهمت بقى ازاي؟ في صورة بشر. كان يقول اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد لبيان الافتقار، لكن كان ممكن يمر عليه اليوم واليومان لا يدخل في جوفه طعام ويواصل الصيام ولا يظهر عليه اثر العناء والتعب. ده احنا لما بنصوم من الفجر يبدا المغرب من هنا نبقى بنحسس كده عايزين تمر عشان نلحق نشوف من الضعف اللي جالنا، والنبي يقعد يومين وثلاثه لا يطرا عليه اي ضعف ولم يدخل في جوفه زاد. يقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عايزين نستنتج بعد ما النبي يقول لست كهيئتكم، أنا مش زيكم، أنا حاجة تانية. وبعدين يجي لك الجاهل الجهول يقول لك النبي بشر معتاد، يبقى ده جاهل أفسدوا عقائد الناس في نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده النبي ليس كسائر البشر، ده عايش بربه. فهمت بقى ازاي؟ عايش بربه. تقول لي هوى، احنا عايشين بالهوى وبالميه وبالاسباب. النبي عايش سببه ربه على طول، سببه هو ربه على طول. وعشان عايش بربه الوحيد يوم يقول له ايه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. الله، يعني النبي الوحيد اللي هو امر بانه يقاتل الناس جميعا ولو منفردا وليس له رخصة التراجع. يبقى تقول لي بشر معتاد، احنا لو كان العدو بتاعنا اكتر من ضعفنا لينا نتراجع، رخصة مش كده؟ برضو النبي لو لوحده ما يتراجعش، ملوش رخصة ليه؟ لانه بربه، واللي بربه يغلب الاكوان. فهمت بقى؟ عشان تعرف ان صريح القرآن كله يدلك على النبي ليس كسائر الخلق. قبل ما ننتقل لنقطة تانية، احنا قلنا اول المسلمين من اول المصحف لاخره النبي الوحيد، لكن في آية واحدة في سورة النمل قال فيها انا من المسلمين. سورة النمل اللي حافظ القرآن بقى، واللي مش حافظ يحفظ،
واللي حافظ وناسي راجع، لأن كرامتك بكرامة القرآن اللي في قلبك، فاهم؟ فالمهم شوف في سورة النمل بتقول إيه، قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا الوحيدة، الآية الوحيدة من ليه؟ لأنه ربط نفسه بالبلدة، فلما ارتبط بالبلدة بقى بيتكلم على الشخص المحمدي، والشخص المحمدي من المسلمين وليس أول المسلمين. لكن الآيات اللي اتكلمت على الروح المحمدية قالت أنا أول المسلمين، فهمت بقى؟ يبقى قال أنا من المسلمين إمتى؟ لما قال هذه البلدة. ولما اتكلم على البلدة يبقى ارتبط بمكة، واللي ارتبط بمكة مين؟ الشخص المحمدي مش الروح المحمدي، فهمت بقى؟ الروح المحمدية دي آدم الأكوان، ده دي آدم وآدم، فهمت بقى؟ دي الروح المحمدية. لكن هو ال- 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 الشخص المحمدي ابن آدم من أولاد آدم، فهو الوالد وهو المولود، فهو الوالد من حيث الروحانية وهو المولود من حيث الجسمانية. وعلى شكل شوف بقى في القرآن يشير لك لهذا المعنى في سورة كل أطفال المسلمين حافظين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الوالد الروح المحمدي، وما ولد الشخص المحمدي، فهو الوالد والمولود، فهمت بقى ازاي؟ الوالد والمولود، ما هو كان قبل آدم، مش هو بيقول جعلني فاتحا وخاتمة، جعلني فاتحا وخاتمة، افتتح به الأكوان وختم به الرسالات في عالم الملك صلى الله عليه وسلم والنبوات، فاجتمعت فيه الأولية والآخرية، فهو من حيث الأحمدية عبد الأول، ومن حيث المحمدية عبد الآخر، ومن حيث الأحمدية عبد الباطن، ومن حيث المحمدية عبد الظاهر، من حيث الأحمدية هو عبد الأحد، ومن حيث المحمدية هو عبد الواحد، فهم؟ وبالتالي بطنت فيه وظهرت فيه كل الأسرار، فهو محل الأسرار الإلهية الأعظم صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقولوا عليه الأولياء في صلواتهم يقولوا إيه؟ الكنز المطلسم والبحر المطمطم، كلام كده جديد عشان يحسسك أنك أنت داخل على وصف إيه؟ أسرار لا نهاية لها، فهمت إزاي؟ فنبيك صلى الله عليه وسلم هو مهبط الأسرار. تقول لي بشر معتاد ويقول لك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وربنا يقول وأنزله على قلبك لتكون من المنذرين، يعني قلب النبي يتحمل اللي ما تحملوش الجبل؟ تقول لي بشر معتاد، واخد بالك؟ فازاي بشر معتاد بس أيها الجاهل؟ يبقى النبي من حيث بشريته ليس بشرا معتادا، كان بشرا بربه مباشرة بغير وسائط. إحنا بشر بس بالوسائط، ولابد نستريح شوية، ولابد كل مئة لابد، مليون لابد عشان تفضل عايش. إنما النبي ملوش إلا لابد واحد، ربه بس، فهمت إزاي؟ هو ربه بس. لكن إحنا عايشين بالوسائط الكثيرة عشان تعرف إن دي بشرية غير معتادة صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان بهذه الصورة صلى الله عليه وسلم كان خصوصيته غير معتادة أيضا، رسالته غير معتادة، قرآنه مش زي بقية الكتب المنزلة. القرآن بتاع النبي مهيمن على سائر الكتب المنزلة، وكلها كتب الله، لكن يخلي الكتاب المهيمن على الكل هو قرآن، لأنه نازل على العبد المهيمن. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ طب لابد يبقى شاهد على كل الأمم، يشهد على كل الأمم، يبقى شايف كل الأمم. لأن أنت عايزه يبقى شاهد ما شافش حاجة، ولا شاهد شاف كل حاجة؟ شاف كل حاجة. يبقى شاف كل حاجة ازاي وهو لسه مولود في عام الفيل، وكانت في أمم تانية قبليه شهدها بروحه، بعين روحه وليس بعين بشريته صلى الله عليه وسلم، ومستمر يشاهد الأكوان وهو في قبره بروحه أيضا، لأن الروح لا يطرأ عليها موت، ولا يطرأ عليها تغير، ولا يحجبها حجاب، ولا تبعدها مسافات. يعني الروح دي سر عجيب، كل شيء في الأكوان قريب منها، شايفة كل الأكوان في لحظة واحدة، وحاسة بكل الأكوان في لحظة واحدة. شوف أنت روحك
حاسه بكل حته في جسمك في لحظه واحده، صح ولا لا؟ نعم. لو واحد مسك رجلك الصغير، صبعك الصغير في رجلك، تقول له ابعد يا ولد. طب ده انت روح. لو واحد مسك ودنك، الله، برضه ابعد يا ولد. الله، ده انت روحك مدريانه بكل قطعه في جسمك، او جسم الاكوان ده كله روحه هو النبي، فهو يدري بكل ذره في الاكوان، لا يغيب عنه ذره في الاكوان، كما لا يغيب عنك احساس بجزء من بدنك. فهمت ازاي؟ فهو روح الاكوان وسر بقائها، روح الارواح وسر بقائها. صلى. يبقى تقول لي بشر معتاد، ده روح الارواح، انت روح لنفسك بس على قدك، استمدت روحانيتك من شعاع من روحانيته صلى الله عليه وسلم. فهو شمس لها اشعه كثيره، كلما اخترقت الاشعه وجاءت في مكان اوجدت فيه الحياه، واذا افتقدت الاماكن والازمنه هذه الاشعه كانت عدما، وبالتالي لا يوجد مكان يخلو منه شعاع من روحانيته، ولا يوجد زمان يخلو منه شعاع من روحانيته، ولا يوجد انسان ويخلو منه شعاع من روحانيته، ولا يوجد موجود ويخلو منه شعاع من روحانيه وجوده صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هو موجود في كل مكان بروحانيته. عشان كده في أي حتة بتصلي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هتصلي في استراليا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هتصلي في المدينة جنب القبر الشريف، السلام عليك. هتصلي هنا في دهشور، السلام عليك أيها النبي. هنصلي في ماليزيا، السلام عليك. في الهند، السلام عليك. في اليابان، السلام عليك أيها النبي. في السماوات العلى الملائكة تقول السلام عليك أيها النبي. الله، ده لا يخلو منه مكان، لأن لا يوجد مكان إلا بالاستمداد منه، وإلا اختفى المكان واختفى الزمان. اختفى المكان واختفى الزمان واختفى الموجود أصلا. فهمت بقى إزاي؟ تقول لي بشر معتاد إزاي بقى؟ وإنت لما بتختفي ما بيختفيش حاجة، كلنا بنختفي والدنيا ماشية زي ما هي، لكن النبي لو اختفى اختفت الأكوان وصارت مش موجودة ميتة، لا، تبقى عدم، زي تلفزيون شغال كده وعين طفيته يبقى ضلمة كده، أي الأكوان كده لو اختفى منها شعاع إمداد النبي لصارت عدما كما كانت. وعشان كده ربك يقول لك إيه؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم، يبقى روحانية النبي أطلعها الله على سائر الأكوان، فصار شاهداً على الكل لأنه شايفها في كل روحانية. أنتم مش عارفين أحاديث كثيرة النبي يحكي لك يقول لك إيه؟ كان في من كان قبلكم رجل كعلى كذا وكعلى كذا، مش بنقرأ أحاديث كده؟ طب من قبلنا دي؟ ما هو النبي ما كانش مولود. طب بيحكي لنا إزاي؟ وبيتكلموا بلغة غير لغته، وفي بلد غير بلده. طب عرفها منين؟ اطلع عليها بروحانيته. فلما اطلع عليه بيحكي لنا الماضي، وبيحكي لنا المستقبل كمان، ويوم القيامه هيحصل فيه ايه، وقبل القيامه هيحصل فيه ايه، وتطورات الزمان واحوال امته ليوم القيامه. يبقى ده الاطلاع بقى واسع، شايف كل حاجه كانها الان، ما عندوش ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بل كله عنده الان. فهمت ازاي؟ يبقى النبي شايف كل حاجه لانه شاهد على العوالم كلها صلى الله عليه واله وسلم. يبقى في حد زيه شهير على كل العوالم إلا هو؟ تقول لي بشر معتاد، نبي معتاد. لا يا سيدي، لا، ده نبي استمدت جميع الأنبياء نبوتها منه. فهمت؟ يعني جميع الأنبياء استمدوا نبوته من النبوة الأصلية، النبوة الأصلية هي نبوة النبي، وخرج من نبوته أشعة أصابت كل نبي. فهمت بقى إزاي؟ فهو من وراء هؤلاء الأنبياء. حديث البخاري بيقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فيطوف الناس حول هذا البناء ويقولون ما أجمله إلا هذه اللبنة، فيقول أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يبقى مين اللي بنى بيت النبوة؟ النبي. واللبنة دي عارف إيه هي؟ اللي هي اخر ما تبني القصر بتاعك بتحط ايه في الاخر؟ تجيب كده ايه، حته رخامه وكاتب فيه قصر فلان. فهمت ازاي؟ فالناس كانوا قبل ما يتولد النبي يقولوا مين اللي وراء هذا البناء العظيم؟ قال لهم انا اللي وراء هذا البناء، ده البناء ده انا اللي بنيته وانا اللي املكه.
فهو اللي هو يتكتب فيها في الاخر الا بنا محمد رسول الله ومن خلفه كل الانبياء. فهمت بقى ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى هو اللي بنى بناء النبوه وبيوت النبوه كلها. عشان كده سيدنا عبد الله، سيدنا عمر بن الخطاب لما خد صفحه من التوراه وماشي في الايه في المدينه فرحان ان هو هيطلع على الكتب السابقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وغضب وقال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون أنتم وفيكم رسول الله؟ لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن تبعني. فهمت بقى ازاي؟ بيفوقه سيدنا عمر بعد كده، خلاص ملوش دعوة لا بالتوراة ولا الإنجيل، كفاية عليه النبي، واللي مع النبي معه كل شيء، واللي معه القرآن يبقى معه كل الهداية. فلا تبحث عن هداية غير القرآن وغير سنة الحبيب، لأنه جمع الله فيه أسباب الهداية كلها. فهمت؟ فازاي تقول لي بقى بشر معتاد؟ طيب البشر المعتاد يا سيدي لا يرى إلا من عينه ويشوف قدامه بس. النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. مش الحديث في البخاري الصحيح بيقول كده؟ بيقول استقيموا، ومدي ظهره للصحابة في الصلاة، فإني أراكم من وراء ظهري لا يخفى علي منكم شيء. الله. تقول لي بشر معتاد ازاي بقى؟ وانت بتبقى ماشي وبتتكعبل في الحجر مش شايف، ده انت بتبقى في بيتك اللي انت حافظه وقايم تدخل دورة المية تتكعبل في كرسي الصفر وانت مش شايف. النبي كان يرى في الظلام كما يرى في النهار، كان يرى في الظلام كما يرى في النهار، سواء بسواء. وانت اول ما الدنيا تظلم تمشي تحسس يا مسكين. تقول لي بشر معتاد ازاي وانت اعمى حتى لما ايه؟ لما بتبقى في بيتك ومفيش كهرباء. بشرية مش معتادة. صلى الله عليه وسلم انت بتسمع يا دوب مساحة معينة على قد ما تسمع كده، لكن النبي كان يسمع ايه؟ اصوات الملائكة بتسبح والانس والجن، ويسمع الملائكة، يسمع اللي ما يسمعوش خالص، وكان يرى ما لا نراه. يعني يصلي صلاة الاستسقاء، فلقوه في صلاة الاستسقاء صلاة الخسوف، بيصلي صلاة الخسوف في مسجده صلى الله عليه وسلم، صلاة طويلة طول فيها قوي صلى الله عليه وسلم، فقرأ في القيام الأول قدر سورة البقرة، والقيام الثاني قدر سورة آل عمران، والقيام الثالث قدر سورة النساء، والقيام الرابع قدر سورة المائدة. يعني قرى ربع القرآن في صلاة واحدة في ركعتين. فلاحظوا عليه حاجة غريبة وهو بيصلي، لقوه اقترب من جدار المحراب وهو بيصلي، وبعدين فجأة كده لقوه بيبتعد كأنه فزع، شاف حاجة أفزعته. فبعد الصلاة قال: لقد جل الله لي في محرابي هذا كل شيء، فرأيت أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتعذبون فيها. ومد يده فيقول: كنت أنا أخذ قطفا من الجنة ولكن تركته، واخد بالك، ولو كنت أخذت لأكلتم منه لا ينفد إلى يوم القيامة. طب وليه ترك النبي؟ لأن الإيمان بالغيب ثوابه عند الله أعلى من الإيمان بالكشف. لأن لو كشفت ليك حاجة من الجنة وجيت عصيت ربك هينسفك، مش هيدي لك فرصة تستغفر. فهم؟ لكن لم إحنا إيماننا بالغيب بيبقى عذر لينا إننا أحيانا نغفل وأحيانا نعصى وأحيانا إيه نقصر، لأن مؤمن بالغيب. لكن تصور أنت شايف الجنة والنار وبعدين تعصى، يبقى مالكش حجة بقى. شوف الآية بتقول إيه: إن الذين يؤمنون بالغيب، إن الذين يؤمنون بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. اعكس بقى يسموه مفهوم المخالفة علماء الإيه الأصول. مفهوم المخالفة يقول لك إيه؟ يعني معناه إن الذين لا يؤمنون، لأن الذين يؤمنون بالكشف، مكان الغيب بالكشف شايف، بدل لهم مغفرة وأجر عظيم يبقى لهم عذاب أليم لو عصوني. فاهم؟ هدي لك مثال. الحواريين، مش الحواريين قالوا إيه؟ أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون إيه؟ نأكل منها ويطمئن قلوبنا، مش كده برضه؟ سيدنا عيسى قال لهم اتقوا الله، ما يصحش كده، انتوا كده هتتحولوا الى مؤمنين بالكشف، والمؤمن بالكشف ده
لو غفل هيعاقب عقوبة شديدة. خليكم بالغيب أحسن عشان يبقى لكم عذركم. فلما سيدنا عيسى دعا ربه، ربنا قال إيه؟ إني منزله عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني وأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يبقى الإيمان بالكشف يؤدي إلى رفع العذر. مالكش عذر عند مولاك بقى إنك تعصى وتغفر. يبقى الإيمان بالغيب ده نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. عشان كده النبي مرضاش يجيب لنا قطف الجنة يحطه لنا في المدينة، كل اللي يزور المدينة يشوف قطف الجنة، لأنه لو شفناه وجينا عصينا حريص على أمته، خايف على أمته، يقوم رب يبقى راحت الحجة بتاعتنا، ملناش حجة قدام الله. لكن احنا نقول يا رب معلش أنا بشر، أنا معلش كنت يعني عجول وكنت غفول وكنت جاهل، فاعذرني يا رب معلش اعذرني أنت كريم. لكن لما تبقى شايف كل حاجة هتقول إيه؟ ما عندكش عذر بقى. عشان كده جهلة الصوفية عايز ربنا يكشف عنه الحجاب. طب ولو كشف عنك الحجاب يا ولي وجيت غفلت يا ولي هتبقى مجرم يا ولي. فهمت بقى ازاي؟ ما دي الحقيقة. ما يبقى لكش حجة. طب ما تخليك ولي بالغيب من غير ما يكشف لك الحجاب، عشان لما تخيب شوية ما يسلبكش الولاية، يقول لك معذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم علشان كده ما رضاش. لو احنا مكان النبي كنا فرحنا، اخد القطف ده اكل العيال بدل ما ادخل عليهم ايدي فاضية. غباوة، غباوتنا احنا ما عليهاش حد. لكن النبي معرفته بربه فاهم ورحيم بأمته، فقال لا يا رب مش هاخد الوقت، خليهم مؤمنين بالغيب عشان تعذرهم. دول هيقصروا وحيعصوا وحيغفلوا وحيعملوا بلاوي، فخليهم كده عشان اما يستغفروك تغفر لهم، واما يتوبوا اليك تتوب عليهم. يبقى هو كان حريص علينا ولا مش حريص علينا؟ حريص علينا صلى الله عليه وسلم. يبقى كل اختيارات النبي كانت ايه؟ خير لامته. ما كانش يختار حاجة الا وامته عامل حسابها خايف عليها. فاهم؟ شفت انت سيدنا عيسى لما نصح الحواريين، ماليش دعوة للمائدة، انتوا مش هتستحملوها يا حواريين، هتعملوا مشاكل مش هتتحملوا. وبعدين يقولوا معلش عشان خاطرنا، ادعي لنا ربنا عشان خاطرنا ناكل بس وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. الله، يعني انتوا لسه عايزين امارة؟ لسه شاكين في عيسى؟ عشان تعرف الفرق بين امة النبي وخلص امة سيدنا عيسى. يعني امة النبي بما فيها من العصاة ما طلبوش من النبي ان يكشف عنهم الغيب، عشان تعرف انها امة مكرمة. فهمت ازاي؟ لكن خلص امة سيدنا عيسى عايزين ياكلوا عشان يطمئنوا، كأن قلبهم ايمانهم مش هيطمئن الا لما بطنهم تتملي. حاجة غريبة، احنا نجوع ونموت ومطمئنين بالايمان ببركة مدد النبي. فهمت ازاي؟ وحب النبي في قلبنا، فصار هو الغذاء لنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله عليه انه يبقى في امته ليوم القيامة، يفضل معاهم كده لحد ما تقوم القيامة، على طول كده عايش. واختار يعني خيره في اجله. طب في حد بيخير في اجله؟ ما حدش الا النبي بس، ما خيرش حد في اجله الا النبي بس. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لو انت مكانه بقى، اه يا رب انا عايز اعيش، واخد بالك؟ عشان اعبدك وعلشان وعشان، لانك انت مش واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الاعلى، لانه استمر حي معانا هيفضل يتكلم ونسأله. يبقى التشريعات تبقى طول عمرنا في تشريعات جديدة وأوامر جديدة، نعجز عن تنفيذ الكل وعن معرفة الكل، فهيعجز أمته. تصور أنت النبي لو عايش لحد دلوقتي بقاله 1400 سنة بيتكلم وبيقول لنا أوامر وبينصحنا بنصائح، وإحنا عايزين نلاحق عشان نطيع النبي، كنا هنعرف نعيش حياتنا بصورة طبيعية؟ لما كل النبي كل يوم أوامر جديدة طالعة، كل يوم أوامر. لكن النبي لا، رحمة بينا، قال لا يا رب الرفيق الأعلى. فاهم ليه؟ علشان يبقى التشريع وقف كمل، تقدر تستوعبه، تقدر تكمله، تقدر تعرف ان ده اللي مطلوب منك، وده مش ما فيش حاجة جديدة مطلوبة منك، تقوم تعرف تستوعب أوامر الله وتستطيع انك انت ايه تسير على الصراط المستقيم. وإلا كان هيخلي لك الصراط المستقيم ده لا نهاية له، فأنت مش عارف توصل لنهايته. يبقى اختيار النبي للرفيق الأعلى كان أفضل ولا لأ؟
انت بقى ساعات يجي بقى يا ريت وكان اختار بس يقعد معانا، كان زماننا كنا نقول له في الفتن دي نعمل ايه. طب ما هو قايل لك في الفتن دي تعمل ايه، هو قايل لك كل حاجه انت اللي ما قريتش، ده هو قال لك في كل حاجه وانت ما قريتش. قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وفي روايه ثانيه كتاب الله وعترتي ال بيتي. يبقى خلاص ما هو قايل لك تحب النبي، تتعلق بالنبي، تتعلم سنته، تنفذها، تهجر المعاصي، تبقى ايه لك ثواب المهاجر، وربنا يعصمك من الفتن ما ظهر منها وبطن. خلاص يبقى عايزه معاك تعمل ايه تاني؟ طب ما هو معاك، واعلموا ان فيكم رسول الله. ما هو انت بمدد النبي عايش وبمدد النبي بتهتدي، مش هو قال انا قاسم والله يعطي، وبعدين هو في قبره تعرض عليه اعمال امته، ان كانت خيرا حمد الله وان كانت شرا استغفر الله لنا. يبقى وجوده في قبره وفي برزخه رحمه بينا، فاهم؟ وفي نفس الوقت لما تعرف ان اعمالك هتعرض على النبي تقوم تستحي من النبي بقى، ما تعملش وتعك الدنيا، لان العك بتاعك ده هيتعرض على النبي. خد بالك انت مكشوف قدام النبي عليه الصلاه والسلام، فطالما انت مكشوف قدام النبي خليك مكسوف قدام النبي، يعني شيل النقط وخليها سين بس، بدل مكشوف خليك مكسوف، لان الحياء من الايمان، الحياء من الايمان. وعشان كده راقب نفسك في السر والعلن، راقب نفسك في السر والعلن، لان كله مكشوف، كله امام الله مكشوف وكشفه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مش كده وبس، انت عايز النبي يرد عليك السلام صلي عليه، اقول اللهم صلي على فلان، سلم على فلان. مش النبي يقول ما من عبد يسلم علي الا ملك ينقل الي السلام، لو كان بعيدا ولو كان قريبا سمعته، ولو كان بعيدا بلغني ملك. يعني كل واحد من امه النبي وهو بيصلي بيقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، يقول السلام عليك يا حبيبي يا فلان ابن فلان. كل صلاه بيسلم عليك، كل صلاه بيرد عليك. يبقى النبي معانا ولا مش معانا؟ معانا بروحانيته، لان الروح ممكن تبقى موجوده في اكثر من مكان في وقت واحد، لكن لو فضل معانا ببشريته مش هيبقى موجود في اكثر من مكان في وقت واحد، هيبقى في مكان واحد بس. والمدينه هتبقى زحام رهيب يا عم، تقف طابور على المدينه 10 سنين على ما تخش من الزحام، كله عايز يخش يقابل النبي. فهمت ازاي؟ لانه حصر نفسه في جسد، لكن النبي لما انطلق من هذا الجسد وصار روحانيه لطيفه، صار معك في كل مكان حيثما توجهت. يا رسول الله يسمعك على طول، يا رسول الله اجرنا، يجيرك على طول. فهمت بقى ازاي؟ اذا كان بيجير المشرك مش هيجير المؤمن؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره. فهمت ازاي؟ والاجاره بتبقى بقوه ايه؟ بقوه وضعها الله في الروح وليس في الجسد. والروح موجودة والنبي موجود وسمعنا، يبقى ما تقول يا رسول الله يأجرني، لا بأس ما فيهاش حاجة. يجي لك العيال الجهلة يقول لك مات خلاص، اللي يقول كده يبقى مشرك، يقول له تليه، اللي مات هو اللي بيقول انه مات، اللي مات هو اللي بيقول انه مات، لكن النبي حي أحيا من حياته الدنيوية، لأن في حياته الدنيوية محصور في جسد وفي مكان، لما خرجت روحه من هذا الجسد صارت في كل مكان، لأن الروح بايه؟ بتنطلق في كل الاماكن. مفيش حاجه ايه؟ انت وانت نايم وروحك بتيجي في المنام تخرج، تلاقي نفسك سافرت ورحت كل حته وقابلت الاموات وقابلت الاحياء وشفت المستقبل وشفت الماضي، وانت نايم على سريرك ما اتحركتش. صح ولا لا؟ يبقى الروح ما تعرفش حكايه المسافات انها حجاب ولا حاجز، ولا هي محتاجه وقت علشان تروح الحته اللي هي عايزاها. لهم ما يشاؤون عند ربهم، مجرد انه يشاء يبقى يلاقي في نفسه بالمكان. لهم ما يشاؤون عند ربهم، فالنبي اختار ان يبقى في مكان له ما يشاء عند ربه. يبقى اختيار النبي للرفيق الاعلى كان هو الاولى والاحكم ولا لا؟ لان في بعض الجهله يقول لك يا ريت وكان عايش بس، والله لو كان عايش لكنا ما تحملنا كثره الاوامر وما تحملنا الغياب عن شخصه، فما حدش هينطلق في بلاده يعمر الارض، كانت كل امه النبي هتفضل قاعده هناك في المدينه مش عايزه تسيب حوالين النبي بقى، حد هيروح يسيب النبي؟ لا، لا هيبقى في عماره في الارض ولا في حركه في الارض، والكل وحتى توقف الحياه بسبب تعلق الامه بنبيه.
لكن النبي لما قال لهم اختار الرفيق الأعلى قال لهم أنا معكم في كل مكان، انطلقوا واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فعمرنا الأرض كلها، في كل حتة بتعمر الأرض وفي كل حتة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى كل اختيارات النبي كانت اختيارات موفقة ولا لا؟ موفقة، لأنه أسعد الخلق وأوفق الخلق. فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم. فما تجيش بعقلك يا أستاذ تعدل على النبي يا أستاذ، لأن أنت بالنسبة للنبي عقلك زي الناموسة بالنسبة للإنسان، الإنسان العاقل. ما بيقول كده: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا أخذ بحجزكم منها وأنتم تفلتون من يدي. يبقى النبي بالنسبة إحنا بالنسبة له إيه؟ بالنسبة الهموش اللي عايز ينط في النار يتحرق، لأن الهموشة متصورة أن النار ده إيه؟ ده عبارة عن شباك فيه ضوء يوديها للفضاء المنير، فعايز هي متصورة أن الظلمة دي كلها جدار. عقل ناموسة بقى، واخد بالك، وشايفة أن النور ده اللي هو نار يحرقها أن ده شباك، لو اخترقته هتطلع للفضاء، تقوم رامية نفسها في النار تتحرق مسكين. أهو أنت عقلك ناموسة يا ناموس. بالنسبة للنبي يا اللي بتعترض على السنة، لأن في ناس كتير أبهات كده ما شاء الله وشهادات وقاعد كده ويعترض على أحاديث النبي ويعترض على شرع النبي ويعترض على بعض تصرفات النبي وهو ناموس، فتقول له يا معترض إيه؟ اسكت يا ناموس. فهمت؟ اسكت يا بعوضة، اعرف حقك. يعني حجم مخك بالنسبة للنبي حاجة تانية، النبي حاجة تانية وتالتة ورابعة وكل حاجة. فهمت؟ بل هو كل حاجة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عقله ليس كسائر العقول، إدراكه ليس كسائر الإدراكات، روحه ليست كسائر الأرواح، جسده ليس كسائر الأجساد، رسالته ليست كسائر الرسالات، نبوته ليست كسائر النبوات، هو ليس كمثله مخلوق، لأنه رسول من ليس كمثله شيء صلى الله عليه وآله وسلم. لما تيجي تشوف جسد النبي اللي يقول لك إيه؟ بشر معتاد. طب البشر المعتاد يا سيدي عرقه منتن، اي واحد فينا عرقه منتن، حط ايدك كده تحت بطنك اف وتغسل، واخد بقى، ولو لو ايدك اتعصت عرقك تبقى ماشي بيها كده عايز تدور على شويه ميه تشطفها، صح ولا لا؟ عرق نفسك. لكن النبي عرقه يطيبه بالمسك. تقول لي بشر معتاد ازاي بقى؟ كانت رائحه عرقه اطيب من المسك، فتقول لي بشر معتاد ازاي؟ ريقك ورقنا كلنا مرض، طب هات واحد كده مجروح وتف في الجرح بتاعه، هيقعد يجيب صديد لمدة شهرين وياخد مضادات حيوية لمدة مش عارف قد ايه، ويروح على الجراح كل يوم يغير له مرتين ثلاثة وفين على ما يخف، كل ده بتف منك يا أستاذ. النبي كان يبصق في الجرح يلتئم في الحال. يبقى ريق النبي شفاء وريقك انت مرض، وتقول لي بشر معتاد؟ علشان كده بسق في عين قتادة وردها له، بقى يبصر بيها وعاش بيها يبصر أكتر من 40 سنة. فهمت؟ مش قتادة عينه وقعت على خده في غزوة أحد وكان لسه عريس جديد، فهمت؟ كان لسه عريس جديد متجوز جديد وكان لسه يدوب في أسبوع العسل. النبي نادى لغزوة أحد، راح سايب مراته العروسة وخرج مع النبي غزوة أحد، ففي الغزوة جات له إيه؟ عينه وقعت على خده، بقى مسكها كده وراح للنبي. يبقى اللي يروح للنبي يبقى مشرك؟ اللي يروح للنبي يبقى مشرك يا جاهل؟ من اللي يبايع النبي؟ يبايع الله. ده اللي يروح للنبي يبقى رايح لله. فهمت ازاي؟ ما هي كده، ما هو عين الرحمة في الأكوان. فهمت؟ فالمهم سيدنا قتادة راح للنبي وساد بعينه كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيناقشه قال له: تصبر ولك الجنة يا قتادة؟ قال: يا رسول الله تعيرني النساء، أنا لسه عريس جديد هتقول لي يعور وبتاع هتبقى مشكلة، واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم راح إيه؟ تفل في التجويف ده وراح ردها، بقى يبصر بيها وكمل الحرب. صلى الله عليه وسلم. طب أنت ادفل كده بقى في عين واحد مقلوعة، إن شاء الله هيحصل إيه؟ هتعرف أنت، هيعرف أنت هيحصل إيه؟ ده ممكن يقبضوا عليك.
يقول لك انت اللي سممتها له وانت اللي لوستها له وانت اللي عملتها له وقال وادفع له نص ديه. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احد الصحابه في معركه من المعارك خد ضربه دراعه ده اتخلع منه خالص متعلق بجلده متعلق بجلده شايل دراعه كده وراح للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ تفلى ورجع واداله ايه؟ جريده بقت في ايده سيف وكمل الحرب. طب هات لي بقى واحد يعمل كده. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. احسن مكان على مستوى الارض دلوقتي علشان يعمل عمليه زي دي عايز جراح عظام يشتغل وجراح اعصاب يشتغل وجراح اوعيه دمويه يشتغل وجراح تجميل يشتغل يقعدوا فيها 20 ساعه. وبعدين على ما ترجع الحركه عايز 5 سنين وبعد 5 سنين علاج 10 سنين طبيعي وبعدين يرجع 10% من الحركه و30% من الاحساس. فهمت ازاي؟ طب النبي عمل ايه؟ في لحظه يا عم رجع كل حاجه زي ما كانت. ده مسك بنفس ايده دي السيف وما كانش سيف كانت جريده. مسك جريده عملها كده بقت سيفه وفضلت سيف مش فترة المعركة بس فضلت في ايده سيف ورثها لاولاده بعده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يمس الاشياء تغير طبيعتها تتغير حالتها الى الاكمل. مفيش حاجة يمسكها النبي كده لو تبقى اكمل صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ وانت لما تمسك حاجة بتخربها والنبي يمسك الخربان يعمره. اللهم صل عليه. يدفله في البئر المرة يخليها حلوة وتفضل حلوة لحد الوقت. في بعض الابار اللي النبي تفل فيها الى يومنا هذا تروح تزورها تلاقيها حلوه لحد دلوقتي ريقه مستمر. ايه ده؟ فهمت ازاي؟ تفل على سيدنا ابي بكر الصديق لما الحيه لدغته في الغار خلاص ولا كانه حاجه. عشان كده يقول لك صلي على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغه الصديق. يبقى ريق النبي ده شفاء. فتقول لي النبي بشر معتاد يبقى انت مش عارف بقى النبي. لا اعرف النبي بقى وتعلق بالنبي وافرح بالنبي واعرف انك انت مش هتدخل الجنة الا بالنبي لان النبي هو الرحمة. هندخل بعملنا؟ لا. هندخل بايه؟ بالشفاعة. ما هو الا ان يتغمد الله برحمته. يعني شوف حتى النبي كشخص شخص النبي كبشر وعبد تستوعبه روحانية النبي اللي استوعبت الاكوان. فشخص النبي مفتقر لروحانية النبي عشان كده بيقول إلا أن يتغمد إلا برحمته. يتغمد شخصي برحمته اللي هي مين؟ اللي هي روحانية النبي. لأن الروح أوسع من الشخصنة وأوسع من إيه؟ من البشرية. فاهم؟ فمحدش هيدخل الجنة إلا بالنبي. الحقيقة كده لأن النبي هو رحمة الله والجنة هي محل رحمة الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام على النبي لا ينتهي. احنا كده بنتكلم بس على بشرية النبي. لو اتكلمنا على روحانية النبي ممكن نقعد فيها شهور. ولو اتكلمنا على سر نبوة النبي ممكن نقعد فيها أسابيع وشهور. وكل ده ما هو إلا قطرة من بحر حقيقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لا يعلم حقيقته إلا مولاه الذي تولاه صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما قال لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما المفروض نقول إيه؟ أصلي وأسلم على النبي. لكن لا إحنا ما نقولش كده. نقول اللهم صلي لأن أنا جاهل هصلي أقول إيه؟ أنت صلي يا رب بقى لأن أنت أعلم بيه. فتوكل ربك للصلاة عليه لأنك تجهل مقامه وتجهل حقيقته وتجهل قدره عند مولاه. وعشان كده لما تيجي تصلي على النبي أنا ما بحبش الخطيب اللي يقول إيه؟ ساعات وأصلي وأسلم على رسول الله. في خطباء بيعمل كده. لا دي طريقة قبيحة. لا قول يا سيدي اللهم صلي. ما تقولش أصلي. أنت هتصلي على قدرك لكن ربك هيصلي على قدره. فهمت؟ ففرق كبير إنك تقول أصلي وأسلم أو تقول اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي وآله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها. سيدنا السيد البدوي يقول على النبي إيه بقى في الصلاة بتاعته؟ اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية. بادي من الأول. الله نور السماوات والأرض. بادي من الأول. شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية
ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقته ورزقته وأمدته إلى يوم تبعث من أحييت يا رب العالمين. شفت بقى، أهدي بعض حقائق نبيك قالها الأولية، والمسجد بتاعك اسمه مسجد إيه؟ سيدي إبراهيم الدسوق. طب شوف الصلاة الدسوقية بيقول فيها إيه سيدي إبراهيم الدسوقي؟ اللهم صلي على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي وأذب حزني وحرصي وكل لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. هذه بعض أسرار نبيه. والفقير إلى الله بقول في الصلاة اليسرية اللي ربنا ألهمنيها، الصلاة البرزخية بنقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. ما عظمنا الله إلا بانتسابنا إليه، مش ربك المعز المذل؟ يعز من اتبع النبي ويذل من عصى النبي. فهمت بقى ازاي؟ فانت هتتبع النبي وتحب النبي بقيت من اهل العزة، يتجلى عليك بصفة العزيز. ان العزة لله ولرسوله وايه؟ يبقى لابد تستمدها من الرسول، يعني العزة لله يديها للرسول والرسول يديها للمؤمنين. اقرأ الآية وتفهم، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين تبع، يعني الرسول ياخد كل العزة من الله وبعدين يقسمها على المؤمنين، إنما نقاسم والله يعطي. زي بالضبط في التشهد تقول إيه؟ السلام ربك. قال للنبي لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاوز سدرة المنتهى ودخل إيه في مقام قاب قوسين أو أدنى، وبعدين قال السلام التحيات لله والصلوات والطيبات لله، أم ربنا رد عليه قال له إيه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أم النبي لما خد السلام كله قال إيه؟ قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى ياخد ويوزع، إنما نقاسم والله يعطي، صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بهذا النبي معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل بالله وبرسوله في مداخل الأمر ومخارجه، ونكرع بها من عين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة مهداة، واحملنا في سيرنا إليك على سبيله الواضحة المسالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى رحمتك القدوسية التي إليها ينتهي سير الواصلين وعندها تقف مطايا السالكين، وأن إلى ربك المنتهى حملا محفوفا بنصرتك الربانية، حتى ننجو من غوائل الطريق ومضلات الهوى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، بنبيك نستغيث، فنبيك هو الرحمة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت وأن شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين،
يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وعن مشايخنا وعن آل بيت نبينا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا وعليهم وارحمنا وارحمهم وعافنا وعافهم واغفر لنا ولهم واسترهم واسترنا وانصرهم وانصرنا واجبرهم واجبرنا واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.